لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الخوف عن أبي برزة نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا من أعظم ما يخافه أهل الإيمان. السؤال والحساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. والمؤمن يعرض عليه، يسأل عن أعماله، وقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس فقال: لا تزول قدم عبد، أي عبد، أي يوم القيامة من أرض المحشر التي فيها الحساب، لن تنتقل إلى الجنة أو إلى النار حتى يسأل عن هذه الأربعة: عن عمره فيما أفناه، العمر الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عمرك ساعات ودقائق تنفقها، هي محددة لك، فإن كنت لا تعلم الرصيد، لا تعلم كم أعطيت من عمر، فلا بد أن تستعد في أي لحظة للموت أو لنفادي هذا الرصيد من العمر، ولا بد أن تستغل ما في يدك، ما أنت فيه من حياتك، فيما يرضي الله عز وجل، حتى لا تكون أنفقت هذا العمر فيما يضرك ولا ينفعك. وأنواع الناس فيما ينفقون من أعمارهم وفيما يفنون من ساعاتهم على أنواع. منهم من يشتري بعمره، شبه مثل تاجر معه رأس مال، فيذهب إلى السوق فيشتري عقارب وثعابين سامة وحشرات مضرة يضعها في جواره إذا نام، وهذا الذي ينفق عمره في المعاصي والفسوق والكفر، ونعوذ بالله من ذلك. فهذه الأشياء التي أنفق فيها عمره تصحبه في قبره والعياذ بالله. ومن الناس من يكون كتاجر أنفق رأس ماله في شراء الرمل والتراب
والحجارة الثقيلة التي في الحقيقة هي موجودة لدى كل الناس، وإنما هو يحملها ويسير بها ولا يصنع بها شيئا. فهذا مثل من ينفق عمره في فضول المباحات. لو تصورنا أنها مباحات خالصة ليس فيها محرمات، ليس فيها شبهات، بل مباحات، فهو ينفق أوقاته في هذه المباحات وفضولها. ليس ممنوعا أن ينفق الإنسان فيما يحتاجه، ولكن أن يضيع عمره في ذلك فهذا هو الخطر. وإن كان قد اشترى ما لا يضره، وإنسان آخر يشتري كتاجر يشتري برأس ماله الذهب والفضة والجواهر التي سوف يجدها بلا شك صالحة في البلد الذي يصل إليه. هذا مثل من ينفق الطاعات، ينفق عمره في الطاعات. وتخيل أن كل وقت من وقتك سوف تسأل عنه، نسأل الله العافية. ولذلك نقول لإخواننا لا تضيعوا أوقاتكم الغالية الثمينة التي يمكنكم أن تشتروا بها ما ينفعكم في الدار الآخرة في أنواع اللهو واللعب الذي لا تنتفعون به كمشاهدة الكرة، فإن هذا أقصى ما فيه، لو لم يتضمن محرما لكان مباح، لكن الأظهر أنه مكروه لأنه تضيع للعمر ولا يخلو من منكرات مشاهدة ولا يخلو من نظر إلى مسابقة لا تجوز. وإن كان الناظرون إنما ينظرون يعني دون أن يدفعوا شيئا، ولكن يعلمون المسابقة ولا يستطيعون تغييرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حفر، وهذه ليست منها. وكذا تضيع الأوقات على المقاهي في لعب الألعاب المحرمة كالنرد الطاولة ومثلها، كل الألعاب المبنية على الزهر، فالطاولة والدمن والسلم والثعبان والليد، كل هذه الأشياء هي مبنية على ذلك النرد. ومفيش فرق بين النرد ده أن يكون بتاع مكعب ولا بتاع مستطيل. والشطرنج كذلك عند عامة أهل العلم بالقياس على النرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وقال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وقال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فإذا تضمن ذلك شرب الدخان المفسد للبدن، وإذا زاد على ذلك النظر إلى الأفلام والمسلسلات والأغاني التي ينظر إليها في أماكن هذا اللعب، كان ذلك
زيادة في المنكر. نسأل الله العافية. المقاهي مليئة بأنواع المفاسد، ولحظات وقوف الشباب مع بعضهم بل والرجال والنساء أيضا، تضييع كبير للعمر. ومن أخطر تضييع العمر وسائل التواصل التي تأخذ كل يوم ساعات يتفاوت الناس فيها. فلذلك لا بد وأن نحذر على أنفسنا من تضييع أعمارنا فيما يضر وما لا ينفع، أو فيما لا ينفع ولا يضر. عندنا ثروة غالية لا بد أن نستغلها. وعن علمه فيما فعل فيه، هل عملت بهذا العلم؟ وهل علمته للناس ودعوت به إلى الله؟ أما أنك تكاسلت عن العمل وتكاسلت عن تعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل، فهذا أعظم الخطر، أن يكون الإنسان علم ولم يعمل، وعلم ولم يدعو، فيكون العلم حجة عليه لا له. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وهذا سؤال مزدوج. فالمال يسأل من وجهين، يسأل عنه من وجهين. الأول من أين اكتسبه، أمن حلال أم من حرام، كربا ورشوة وغش وغصب وأكل مال الناس بالباطل، فإن ذلك يكون عقابه أشد، لأن هذا المال المكتسب يظل مستمرا مع الإنسان وربما مع ورثته، وكلما ازداد كلما ازداد المكسب، لأن الباب يفتح له فينطلق فيه. ثم يسأل فيما أنفقه، فأسوأ الناس حالا من اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام، ومن اكتسبه من حرام فأنفقه في طاعة لم تقبل منه. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما إذا أنفقه، اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، فهذه تعدل تلك. وما اكتسبه من حلال وأنفقه في مرضات الله عز وجل كصدقة أو جهاد أو صلة أو غير ذلك من الطاعات أو كفاية نفسه وعياله، فإن ذلك من الطاعات. أن يكفي نفسه السؤال، يكفي نفسه عن السؤال. وعن جسمه فيما أبلاه، عن صحته، وخصوصا فترة الشباب. وفي بعض روايات هذا الحديث وعن شبابه فيما أبلاه. فجسمه يشمل كل مراحل العمر. هل أنت استعملت هذا الجسم في طاعة الله عز وجل؟ هل قمت في الصلاة؟ هل سافرت في سبيل الله؟ هل صمت؟ هل ذكرت الله عز وجل؟ فالجسم خصوصا في فترة الشباب
يسأل الإنسان عنه فيما أبلاه، ولا شك أن هذا بلاء عظيم. وكم يبقى الناس يحاسبون على لحظات عمرهم كلها. نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها. إذا كانت هذه الأرض تشهد علينا فلا بد أن نتحفظ منها وأن نشدد الخوف من الله عز وجل، لأن أعمالنا عليها شهود، منها هذه الأرض ومنها أعضاء الإنسان، أيديهم وأرجلهم وألسنتهم. فالأرض والأعضاء يشهدان على العبد يوم القيامة، وهذا لا شك يخوف الله به عباده حتى يتجنبوا ما حرم الله عز وجل عليهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كيف أنعم يعني كيف أتنعم، كيف أجد لذة. وصاحب القرن قد التقم القرن، القرن هو السور الذي ينفخ فيه، وهو عظيم القدر جدا. يذكر أن دارة من داراته كعرض السماء والأرض. نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن الساعة قد اقتربت، وأننا في آخر الزمان، كما قال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الغفلة. فهو في اللحظات الأخيرة من العالم، ولو منذ هذه الآلاف من السنين هو ينتظر استماع الإذن بين لحظات وأخرى. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل على الله عز وجل ليس في أمر الأرزاق الدنيوية فقط، بل التوكل على الله في النجاة من سخطه وعقابه. فلذلك نتوكل على الله
في فعل الطاعات والنجاة من المعاصي والسيئات، وليس فقط في الطعام والشراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأدلج رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأدلج معناه سار من أول الطريق، والمراد من الحديث التشمير بالطاعة. وأدلج معناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة. فالإدلاج يعني الدلجة، العبادة في الليل، والاستعداد مبكرا ليوم الرحيل. فهذا معنى هذا الحديث الشريف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. صفة الحشر أن يقوم الناس حفاة غير منتعلين، عراة غير مستورين بالثياب، غرلا غير مختونين. حتى الأنبياء يكسون بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. اللهم اجعلنا في أول من تكسو من عبادك الصالحين. تعجبت عائشة رضي الله عنها أن الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى عورات بعض، فقال: لقد أصابهم ما أهمهم. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.